ده اللي صار. انتوا لقيتوا اسم على التتر؟ يعني في الحقيقة الناس بدون ترتيب بدون شيء كل واحد هياخد قدره بالدور بتاعه. صح. يعني القصة القصة في احيانا حد بيركز، يعني في ناس تقولك انا ما بركز وفي ناس تقولك لا انا بركز ولازم اسمي يتحط بالشكل دوت. هي المشكلة في جيلنا، في جيلنا الموضوع الموضوع شوية على فكرة. بس ثانية بس، يعني في انا متفق، مش بقول ما فيش، الدنيا مش ملايكة يعني بترفرف، بس اغلب الجيل الجديد في نسبة تفكير وتركيز في حاجة تانية اهم. انا طالع عامل ايه؟ يعني النتيجة بتاعتي متحققة مع الناس؟ يعني يا فرحتي بان انا اسمي محطوط قد كده ونتيجتي مع الناس مش محسوسة. مش يعني في الحقيقة احمد واحنا لسه جايين في السكة بيتكلم في ان كل شخص في هذا المسلسل الناس عارفينه في الشارع باسم الشخصية بتاعته. ف يعني ايه تاني طيب مطلوب اكتر من كده لحد انه يحس بنجاح وتواصل مع الناس؟ طب طالما عند المؤلف بقى نسأل على فكرة التأليف الجماعي اللي اكتر المؤلف